السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو بلال السعيدي. يا جماعة، أنا من حوالي يومين نزلت فيديو على الحادث بتاع القطار، ماشي، ولكن النهاردة أنا في فيديو سمعته من القناة بتاعت عائشة الرشيد الكويتية، فقالت في سبب إن القطار ده اللي خلى القطار يعني طلع من على السكة، ان فيه ناس او جماعة ارهابية خلعوا الوصلات بتاعت السكة الحديد وركبوا مكانها وصلات خشب وعملوها بطلاء على لون السكة الحديد، على شكل يعني السكة الحديد على الشكل بتاعها عملوها طلاء عشان ما تبقاش ظاهرة، تمام. وياريت بس اسمع الفيديو كده وبعد كده نكمل. انقلب القطار لأن وصلات الحديد اللي كانت توصل القضبان بعضها ببعض تم تفكيكها وتم وضع وصلات خشبية وتم طلاؤها بنفس اللون، وأول ما مشى القطار طبعا انكسر الخشب وخرج القطار عن مساره وانقلب. إذن ليس قضاء وقدرا. طيب يا جماعة، انتوا كده سمعتوا الفيديو. طيب يعني القطار ده لقوا السكة بتاعت الحديد فيها وصلات ماشي معمولة خشب عشان علشان القطار يطلع من السكة، تمام. طب الناس اللي عملت كده يعني ماشي، ايه اللي هتستفاد منه؟ خليكم معايا دقيقة بس، يعني ايه اللي هتستفاد الناس دي لما القطر ده يعمل حادثة يتقلب تولع فيه النار؟ ايه اللي هيستفادوه؟ اللي هيستفادوه مش هم بالضبط يعني، ولكن الناس اللي عاوزة تخرب البلد. فيه ناس يا جماعة عاوزة البلد تخرب، عاوزة البلد لا فيها شعب ولا فيها جيش ولا فيها رئيس، تبقى زي أي دولة تانية خربانة. فإحنا يا جماعة يعني القطارات يعني من مدة حوالي شهر كام قطر، القطر بتاع سوهاج تمام، اللي قطر فات في قطر واقف، طيب ماشي. والقطر الثاني اللي كان في أسيوط اللي 6 عربيات اتفصلوا عن الـ القطر، طيب اللي فصلهم الـ6 عربيات؟ ما ممكن يا جماعة يكون كل المصايب دي وراها ناس عاوزة تخرب البلد، يعني عاوزة البلد تبوظ، عاوزة البلد تبقى بلد فاشلة. طيب ليه؟ لأن مصر بسم الله ما شاء الله من ساعة ما الرئيس عبد الفتاح السيسي مسك مصر البلد بقى فيها تطور، بقت يعني ايه متقدمة، الجيش ابتدى يكبر، ابتدى يبقى ليه نفوذ ويجمد، يعني في طيران بياجي وفي صواريخ بتاجي من برا بيجيبها الرئيس. يعني الدول الثانية دي يا جماعة مش عاوزة مصر تبقى دولة قوية، يعني مش عاوزة مصر تبقى دولة قوية. طيب يا جماعة ايه المطلوب منين احنا؟ المطلوب يا جماعة منين احنا كشعب او كحكومة او كجيش او كرئيس ان احنا نحافظوا على البلد دي. طب ازاي يا ابو بلال مثلا نحافظوا على البلد دي؟ يعني المفروض على اي واحد من الشعب، انا مثلا لو شفت اي حد ولا لو حتى العمال بتاعت السكة الحديد شغالين في السكة الحديد، واجب علي كوطني، واجب علي كمواطن مصري بعد المصايب اللي حصلت دي
ان انا اروح اسال وانت ايه نظامك؟ شغال ازاي؟ في حاجه في السكه؟ ما هو المشكله ممكن يكون في ناس يعني بتشوف حد شغاله في السكه يقول لك دي العمال بتاعت السكه بتعمل تنظيف بتعمل كذا بتعمل كذا. والله اعلم يعني يمكن مش عمال مش يمكن مش عمال السكه دي. فواجب علينا يعني كمواطنين مصريين عاوزين نحافظ على بلدنا، لو شفنا اي حد شغال في السكه نروح نسالوه، طب انت تبع ايه؟ يقول لك تبع السكه الحديد، قول له لو سمحت معك كارنيه؟ معك بطاقه تثبت انك انت تبع السكه الحديد؟ اذا قال لك لا اتصل بالشرطه. ما في جماعه برضه شغالين كتار معنجهين عندنا يعني ما حدش بيعرف يكلمهم. وممكن يكون شغال في السكه وتسال البطاقه يقول لا يا عم انت ايه؟ وليه تسالني؟ ايوه تبع السكه ومش مديك بطاقتك. ده تبلغ عليه على طول. هو المفروض كده عشان احنا يا جماعه نحافظوا على بلدنا. تمام؟ اما تاجي تسال واحد تقول يعني انا ممكن اسال واحد عامل في السكه الحديد شغال في السكه الحديد مثلا، هم مش لازم يكونوا في المحطه شغالين، يعني في ناس بتجي تشتغل مثلا في السكه الحديد اللي بين المحطات، ده واجب علي وعليك انت تساله. طب انت بتعمل ايه؟ طب معك كارنيه مثلا يثبت انك انت شغال في السكه الحديد. يا جماعه لازم نحافظ على بلدنا. البلد دي لو انهارت كلنا انهرنا. يعني ما فيش حد حيبقى كويس. ومصر ما فيش اي دوله اجنبيه عاوزه مصر تبقى قويه. فاحنا عاوزين نقوي مصر بينا وبالجيش وبالحكومه وبالرئيس. لانه هو الرئيس هو اللي ممشي البلد. ومحدش يتبع الناس المنافقه. يقول لك كذا كذا، يعني بسم الله ما شاء الله البلد من ساعه ما مسكها الرئيس عبد الفتاح السيسي من كام سنه، يعني الرئيس محمد حسني مبارك في ال 30 سنه ما عملش يعتبر نص اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. العاصمه الاداريه دي يا جماعه دي شرف لمصر. لما يكون حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني ده احنا لما نقول مثلا الامارات فيها دبي يبقى اعتبر مصر فيها العاصمة الادارية. كله ده يا جماعة عمار في يعني عمار في الدولة. دي حاجة تشرفك انت، تشرفنا انا كمواطن، تشرفنا كحكومة، تشرفنا انا كجيش، تشرفنا انا كرئيس. فيجب علينا يا جماعة الواحد يحافظ على دولته. لازم يعني لازم الشعب والجيش كله يحافظ على الدولة، والرئيس يحافظ على الدولة، وأي حد يا جماعة مواطن مصري يحافظ على الدولة، لأن الدولة دي بالشعب وبالجيش وبالحكومة. طيب ماشي، طب ايه سبب التلت يعني حوالي ايوه القطر بتاع سوهاج والقطر بتاع اسيوط اللي ست عربيات طلعوا يعني انفصلوا عن القطر؟ طيب يا جماعه يعني ما الواحد يركز يقول ايه اسبابها؟ احنا دلوقتي ماسكين في السكه الحديد بايظه، صح؟ ماسكين فيه في السكه الحديد انها بايظه. طيب يمكن ما فيهاش السكه، يعني السكه الحديد يا جماعه باظت في الشهر ده او في الشهرين دول. طب ماشي تتعمل مثلا السكه الحديد لو بايظه تتعمل مثلا يعني مثلا حادثه وبعد فتره حادثه، دي قضاء وقدر. ولكن ثلاث حوادث في شهر الله اعلم، يمكن حاجات مدبره عشان الدنيا تخرب، عشان احنا نقول لا مش عارف ايه الرئيس مقصر، كامل الوزير مقصر، معالي كامل الوزير مقصر، معالي مش عارف مين، معالي مش عارف مين، معالي مش عارف مين، والدنيا تخرب. فتنبيه يعني انا بتكلم كمواطن مصري ان يعني واجب علي ان انا احافظ على بلدي اي حاجه، واجب على ابني الصغير
انه يحافظ على البلد، لأن البلد دي لو انهارت والله يا جماعة الواحد ما يعرف يقعد في بيته. وزايد في دلوقتي الحمد لله يعني في أمان غير الأول. ده احنا في أيام مرسي كان يا جماعة عندنا في الصعيد لو واحد الشاكل مع أخوه يسحب عليه سلاح، يعني مع أخوه بيسحب عليه سلاح. لكن دلوقتي فيش الكلام ده، كل واحد محترم نفسه. والله يعني وفي حاجة تانية يا جماعة، يعني دلوقتي اللي زي أردوغان، لما تسألوا نفسكم يا جماعة يعني هو عاوز يتصالح مع مصر ليه؟ يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم لو مصر ضعيفة ما في حد يتصالح معاها، لكن مصر قوية ماشي، وتركيا عليها ضغوطات من دول أجنبية ومش عارف ايه ماشي، فهي عاوزة تبقى تبع مصر عشان تبقى قوية بمصر، قوية بالجيش المصري. يعني تركيا ومصر لما يبقوا جيشين مع بعض بتبقى قوة. يعني هي اسمها ايه دي، السودان ومصر لما اتحدوا بقوا قوة، بسم الله ما شاء الله. احنا نقول ربنا يزيد ويبارك يا رب، وان شاء الله يعني تبقى مصر قوية بإذن الله، بإذن الله مصر تبقى قوية دائما يا رب. فيعني دي عاوزة محافظة مننا كمواطن، من الشعب، من الحكومة، من الجيش، من الرئيس، تمام. ومعلش يا جماعة والله أنا طولت عليكم النهاردة، بس والله أنا يعني قلت إيه، يعني في كلمتين لازم أقول. فالبلد دي عاوزة اللي يحافظ عليها، مننا احنا كشعب احنا نحافظ عليها. يعني أي حاجة الواحد يشوفها غلط، مش غلط إنك أنت تمسك التليفون وتبلغ. يعني اللي بيقول لك فيه ناس حكاية القطر اللي اتقلب ده، قال لك فيه ناس غيرت السكة الحديد، بدل غيرت الوصل خلتها خشب وعملت لها طلاء بنفس لون السكة الحديد. يعني هل يا جماعة ما فيش حد شاف الناس دي؟ أكيد في حد شافهم، بس أي اللي بيشوفهم ده بيقول إيه؟ يقول دول عمال شغالين في السكة الحديد. يعني واجب على اي فرد لو شاف حاجه زي كده يساله، طب انت حضرتك مين؟ طب انت كذا؟ طب شغال في السكه الحديد؟ طب وريني الكارنيه بتاعك، وريني البطاقه. لو عنجر معاك يا عمي بلغ، يا عمي لو عنجر معاك اقتل فيه بالمركوب وما حدش هيقول لك لا. بلغ عنه الشرطه. معلش يا جماعة أنا قلت لفظ مش حلو، ولكن والله أنا يعني متضايق يعني من نفسي وعلى مصر. وفي الأول والأخير بقول إيه، تحيا مصر وكل سنة وأنتم طيبين. واللي مش مشترك في القناة يا جماعة يشترك فيها ويفعل الجرس ويعمل لايك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.